أخبار اليوم. وقت دي الأرضية الشمال أضغط الشمال رجعت السنتين باليمين ومتضع اليمين تحت الأرض ربطك نفس المكان يروح يقطع إيده ويقول لي أنا القاضي وأنا الجلاد وأنا قرية متحبش القبلية مركز سنة غربية وأنا أول إنسان يقطع دي في العالم عشان كان حرامي هدي أو متحبش القبلية سألت زملاتي وابن العمدة وبعض الناس في البلد وكده كده يعني سألت إيه منهم؟ سندوتشات ورمرصاص وحاجات بدأت يعني أتعلم السرقة في الأزهر كده ده وانت عندك كم سنة؟ أولى ابتدائي أولى ابتدائي؟ وفضلت بقى السرقة دي معاك لمدة قد إيه؟ السرقة دي فضلت في هنا في البلد سبع ست مرات وفي نفيا وقف رصدنا برضك رحت عديتها سرقت هناك أنا عرفت الناس بقت تعرف اللي بسرق وتعرفني تيجي تقول لأبويا أبا يضربني يعاقبني أبا بيجازيني علي صاروخ هنا مشهور من زمن وانا في أول ابتدائي بعلي صاروخ في القرية هنا لأن كان في تمثيلية وانا صغير اسمها علي صاروخ أنا كنت سرق حصالة من واحد زميلي في المدرسة اسمه محمد إسماعيل دلوقتي المهندس هو مهندس كمبيوترات كنت سرق منه حصالة بتاعته وانا صغير قعدت دمرت عليها ودخلت البيت دمرت عليها؟ وانا صغير دخلت البيت جبتها وفشتها بعد ما فشتها لقيت فيها ايه 50 جنيه ولا حاجه يا ابو ملاليم انت ها اللي بيسرق مليارات ده ما راحش قطع ايديه ليه ها ما الناس بتاخد مليارات وملايين ما قطعوش ايديهم ليه ولا شفنا حد قطع ايده انت غلط تروح تقطع ايدك ليه الحمد لله ماشي عقلي بيديني على قد كده عقلك مرضيك على قد كده ما ينفعش اللي انت عملته انت قوتني بالنار مع يعني كاوتك بالنار ليه كنت بقول لك ايه طلعت حلو ربطني بالجنزير ضربني وضربني وتعاقبني مفيش نتيجه انت كنت عايز تعمل مني بني ادم كنت عايز تعمل لي حمله حاجه بس ما جتش خلاص لا درست الابتدائيه ودخلت سنه خمسة ونجحت في الابتدائي وسنه خمسة بقى الابله شهناز بتاع الانجليزي غششتنا في الامتحان الانجليزي وصلت في كل المواد انا ولا بس يبقى تسمع الكلام وابوه اداني الصحه النفسيه شهر طلعت حلو برضك ما ولا اداني شهاده ولا كنت داخل بيدي دي في الاخر ما زهق منه واداني الصحه النفسيه اللي انا طالبه منه ان بس يسمع الكلام ولا اكتر ولا اقل ويسمع الكلام ولا يعني يجيب ليش يعني طول ما هو ماشي في السكه لميم له شويه عيال معاه من دور طرق بيته وعامل لي مولد في البلد وعامل لي فضاحه في البلد وليه كده مالكش دعوه ما تمشي انت اللي هتعدل الكون تعمل لي مشاكل في البلد ليه تعمل لي مشاكل في البلد ليه قريبا وفيلم بيحكي قصتي اخرج فيصل بني المرجانة من سوريا